مرة أخرى تعود الميليشيات الإنقلابية لتسجيل حضورها في مسلسل القصف في مدينة تعز، هذه المرة من خلال استهداف عددا من المنازل سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال. وقعت القذيفة الثانية، هرعت للمكان انفجار القذيفة الثانية، وكانت هناك المفاجأة، يعني كانت الأشلاء في أشلاء الشهداء على الـ على الـ على الـ على الزفلت، والدماء منهم تسيل، وهناك عدد كثير عدد من الجرحى. وهذا طبعا هذه القذيفة الثانية. على الأكتاف يحملون رفاقهم وأهاليهم، فهذه المنازل لم تخلو أي منها من شهيد أو جريح، فتدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات فاقم أيضا من معاناتهم، خصوصا بعد أن رفضت بعض المستشفيات استقبال الجرحى بسبب عدم توفر الإمكانيات لذلك. ما فيش عندنا هنا كتلة عسكرية، كلهم مدنيين بالمنطقة هذه، تمام. بعد ما يعني بعد القذيفة الأولى ما فيش فرق يمكن حوالي 10 دقائق، أجانا القذيفة الثانية وعدنا التفت على العمارة، أجانا القذيفة الثانية فنقلنا لمستشفى البريهي، لم يرضى يتقاوم معنا مستشفى البريهي، فيقول تحولوا للثورة. أكثر الشباب أعتقد اللي راحوا كان نزيف، ما قدروش حتى يوقفوا لنا الدم. سكان هذا الحي تحدثوا عن استهداف الميليشيات مساكنهم أكثر من مرة بقذائف المدفعية، وهو ما ضعف من مخاوفهم أن يستمر القصف دون وضع حد لهذا الاستهداف. في هذا المكان بالضبط تساقطت قذائف الميليشيات الإنقلابية وحصدت معها أرواح الكثيرين من المدنيين، ليظل هذا التاريخ شاهداً على تلك المجازر الوحشية التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، من مدينة النور السكنية تعز.